دول هيفرحوا فرح لما هيشوفوكي. انا مش قادره اقول لك. هما يعرفوني؟ ايوه طبعا. هو انا ببطل كلام عنك مع حنان وخصوصا مع الواد صاصا؟ ده انا قارفه بيكي. هو يحكي لك بنفسه دلوقتي. يا لهوي، ده احنا صاصا من النبي. مدام صدفه، الحمد لله على السلامه. كل العيال الصغار ده بسرعه، خليه يجيب مفتاح. تعالي ورايا، خلي بالك. يا دي النيله، هو انا معرفش اكمل معاك كلمتين على بعض؟ افتحي يا نجوى. يا نهار اسود، يا دي خالتي. خالتي. هو العيله دي عايزه مني ايه بالظبط؟ عايزه ايه؟ طب بقول لك ايه، افتحي يا نجوى. طيب يا اختي انت. بالظبط. يلا 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 يلا. حاضر حاضر، جايه يا حبيبتي، جايه. هو والله جايه. يلا يا ستي جايه. طيب يا اختي ساعه يا اختي عشان تفتحي. هيقتلونا يا اختي، هيقتلونا. مين يا اختي دول اللي عايزين يقتلوك يا اختي؟ ومين العسل والسكر دي؟ مين؟ وانتي مالك؟ انتي مالك انتي؟ يا نهار اسود، لا يكون اللي جم خبطوا عليا وسالوا عليكي. نهارك انت الاسود. وطبعا قلت لهم احنا فين. منك لله، شوف فيكي يا موعي كده. يا دي النيله يا يا لهوي يا اختي، بالراحه يا اختي. يا لهوي. الله، يا صدفه. ايوه يا طارق، انت لسه قريب ولا بعدت؟ لا انا قريب. نسيت حاجه في العربيه انت ولا فرح ولا ايه؟ لا ما نسيناش، بس في ناس مكتفين، اختي وجوز اختي ولاد اختي، وشكلهم كده ناويين على نيه زي الزفت، وتقريبا كده بيدوروا عليا. ناس مين؟ او انت كويسه؟ حد عمل لك اي حاجه؟ انت فين دلوقتي يا صدفه؟ انا عند جارتنا اللي تحت. بقول لك ايه، وانت طالع على السلم رن عليا عشان افتح الباب، واوعى تبلغ البوليس عشان خاطر فرح. صدفه، انت متاكده الناس دول تبع بابا؟ ايوه طبعا تبع بابا. امال هيبقوا تبع مين؟ هو في غيره؟ هم مين دول متكتفين؟ اقفل يا طارق، اقفل يا حبيبي، اما اشوف الدكر بتاعنا بيهبب ايه هنا. انت بتعمل هنا يا واد؟ دلوقتي اللي انا سمعته ده حقيقي؟ سمعت الرعد في ودانك. عارف الرعد في ودانك؟ هتسمعه قريب. قاعد لي هنا شيشه وميشه وموز وتفاح، وسايب امك وابوك واخواتك بيواجهوا مصيرهم المجهول لوحدهم. هي دي الرجوله؟ يا صدفه ما كنتش اعرف. انا ما كنتش اعرف. يا صاصه يا صاصه، تعالى هنا تعمل ايه؟ يا نهار اسود. الخوف ده كله، المحن ده كله يا اختي، المفروض انت اللي تخافي عليه. ماشي يا نجوى، ليكي حق. اخلص بس من اللي انا فيه، وقسما عظما حسابك هيبقى معايا اشد من حساب الملاكين. تمام، خلصته وعي بقى من قدامي. يا سوسه بس بتعمل ايه بس؟ وليه بعدي من قدامي؟ تعالى هنا يا واد. انت فاكر نفسك هتعمل ايه لوحدك يا سبع الليل؟ بقول لك ايه، اللي فوق دول تيران مش بني ادمين. انت هتستنى لحد ما يجي طارق. صدفه، منار بتكلمني ارد؟ انت شايفاني ده وقت ردي يا فرحه؟ لا لا صح، مش يبقى تردي. لا ردي وسلمي لي عليها، انا نفسي اتعرف عليها قوي. وقولي لها، قولي لها تخلي بابا يبعد عني الناس دول. يلا رد. حاضر. ده انت، انت اهدي يا صدفه اهدي. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.